الرد على ادعاء التوالد العذري في شبهة قالها أحدهم، أقدر أقول لكم شبهة سخيفة، وآسف الشبهة دي يعني اللي ما يحبش يسمعها ما يسمعهاش لأنها شبهة سخيفة. يدعي بعض الملحدين ويقول حتى لو حصل إنه المسيح ولد من عذراء فقط بدون تزاوج بدون زرع رجل، إيه المشكلة؟ ما يمكن يكون دي طفرة حصلت في بويضة أنتجت شخص يسوع، زي ما بيحصل توالد عذري في النباتات والحيوانات يمكن كمان يكون يسوع جاء بالتوالد العذري وليس معجزة ولا حاجة. التوالد العذري في بعض النباتات وبعض الحيوانات ده كمان أثبته العلم. آدي نص الشبهة باختصار شديد، مش عايز أطول عليكم. التوالد العذري موجود في النباتات وفي الحيوانات، يبقى موجود في الإنسان، وهو زي نبات الذرة يتناول عذريا. فنبات الذرة مثلا يوجد المشيج المذكر في أعلاه وكذلك المؤنث، ولكن أيضا يتوالد عذريا، مثال النحل وبعض أنواع القرش. ومثال التوالد العذري في الإنسان هو السيدة العذراء مريم. طبعا مش هطول في نص الشبهة السخيف جدا قليل الأدب، أولا غير علمي بالمرة، ثانيا وهشرح ليه. رغم أن حمل السيدة العذراء بالرب يسوع المسيح معجزة من أولها إلى آخرها، زي ما سبق وتنبأ به الكتاب المقدس بوضوح شديد في أشعياء وغيره، واتكلمنا قبل كده على وجود عدة أعداد تشهد على الميلاد من عذراء، منهم تكوين إصحاح 3 وسفر أرميا لما بيقول امرأة تحيط برجل، وطبعا أشعياء 7:14، واتكلمت على أشعياء أيضا 9 لما بيتكلموا على العلامة الميم المقفولة وتكلموا على الميلاد العذري وهكذا. فلن أتعرض لهذا الأمر إلا في نهاية صغيرة في آخر الملف، لكن اللي هتعرض عليه إليه هو إيه هو التوالد العذري اللي تكلموا عنه هؤلاء في الشبهة من ناحية علمية صرف، وتوضيح استحالة إنه يحصل ده في الثدييات ولا بطفر ولا بغيره. التوالد العذري يحدث في النباتات وبعض الحيوانات مثل اللافقاريات وكل من الفقاريات التي تبيض فقط، عندما تكون في وسط غير ملائم للتزاوج أو يكون هناك مشكلة تمنع التزاوج. والبداية يجب أن احنا نفرق ما بين الاثنين، خلي بالكم في فرق ما بين التوالد العذري اللي بعض الكائنات زي النحل تلجأ إليه، وما يسمى بالتوالد الخنسي أو ما يسمى بالهرما فرودك بخاصة في النباتات. طبعا ما اعتقدش المشككين درسوا الفرق ما بين الاثنين، لكن حولوا لحضراتكم. التوالد الخنثي كما درس كثيرين هو وجود عضو التناسل في النبات، فالمشكك اتكلم على الاثنين كما بيتكلم على حاجة واحدة، ما فرقش ما بين الذرة وما فرقش ما بين النحلة، ففكر الاثنين حاجة واحدة، ده يوضح ان هو مش فاهم بيتكلم على ايه. لكن يوجد فرق ما بين الاثنين، دول نوعين مستقلين. النباتات في نفس الزهرة بيكون فيها الطلع والمتاع، اللي الطلع اللي بينتج الأمشاج الذكرية والمتاع اللي بينتج الأمشاج الأنثوية، باتحادهم مع بعض بيكونوا الزيجوت اللي بيكون البذرة اللي بتكون الجنين أو تحتوي على الجنين اللي بينمو فيما بعد. ده ملهاش دعوة بالقصة بتاعت النحل. فالتوالد أو الهرمافروديك اللي بيكون موجودين في نفس الزهرة، ده موجود في النباتات بس، ده يختلف على ما يسمى بالتوالد العذري اللي موجود في بعض الكائنات زي النحل. واضح؟ فانتهينا من النباتات اللي كان بيتكلم عليها وهو مش فاهم، آسف في التعبير، بيتكلم على ايه. لكن نيجي نتكلم على التوالد العذري في اليوناني اللي سميه بارثينو جينيسيس، من بارثينوس يعني عذراء، وكلمة جينيسيس يعني اللي هي كلمة ولادة، فهو ولادة عذروية، ده الكلمة اللي جت في اليوناني لوصف هذا النوع من التوالد اللاجنسي، أو ما يسمى sexual reproduction، اللي هي النفي sexual reproduction، فهو توالد لاجنسي في بين مجانين بدون تلقيح ما بين مذكر ومؤنث، وفي حالتها لازم يحمل صفات وراثية بتاعت الأم فقط لأنه لا يوجد فيه تلقيح. هذا النوع يحصل في بعض النباتات،
وبعض اللافقريات زي العقارب وبعض النحل، وقلة قليلة جدا من الفقريات أنواع من الأسماك تبيض، وبعض البرمائيات، ونادر جدا في الطيور لكنه لا يحدث في الثدييات. على سبيل المثال من الأسماك الفيميل شارك كان ريبروديوس ألون، وده بحث أثبت هذا الأمر، وآدي المراجع اللي تتكلم عنه. وبيكون اللي بيحصل إنه التوالد العذري الجنين بنصف عدد الكروموزومات اللي بيسمى بالهابلويد، لأنه واحد إن، لأن الأم بيكون فيها عدد الكروموزومات الضعف اللي هو ديبلويد. لو يعني مثلاً فور إكزامبل السمكة الأم فيها 20 2N، بيبقى الجنين أو 40 يعني، بيبقى الجنين فيه 20 1N أو اللي هو 20 كروموزوم فقط. ده فقط باختصار، لكن هذا لا يصلح على الإطلاق في الثدييات كلها من بداية الثدييات إلى انتهاء بالإنسان. ليه؟ لوجود تخصص في الكروموزومات اللي هو X وY. حاجة للنقطة دي باختصار شديد. anyway أنا نسيت أشكر اللي سأل هذا السؤال بسرعة. مين كان؟ أستاذة جيهان كرايست. حاضر، يعني أشكر حضرتك على السؤال. ليه ما ينفعش في الثدييات؟ المهم هنيجي للنقطة دي. المهم إن ده بيحتوي فيه الجنين على كل كروموزومات الأم، ويسمى بالفول كلونز، نسخة كاملة، فالجنين يطابق الأم. ده ما بيحصلش بالانقسام الميوزي بتاع البويضات. ده لا يتم فيه الانقسام الميوزي، ده يتم فقط فيه الانقسام الميتوزي، زي بتاع انقسام أي خلية، زي بتاع البكتيريا مع بعض الاستثناءات هذكرها. عشان كده يسمى apomictic parthenogenesis، يعني الجنين بيكون مطابق للأم وتكون إناث. الأم أنثى اللي بتعمل هذا الأمر في النحل تخلف إناث. النوع اللي بيحتمل على نسخة الكروموزومات كاملة بيبقى هي خلية في الأم، خلية عادية في الأم اتنسخت وتكونت الجنين في زي العقارب وتطلع نسخة كاملة فول كلون. نوع تاني اللي يحتمل على نصف الكروموزومات اللي ما يسمى بالهاف كلونز، ده بيأتي بالانقسام الميوزي ولكن بيقف. ده اللي ممكن ينتج ذكور مثل ذكور النحل والنمل. ده ما ينفعش في الكائنات اللي يكون فيها الذكر XY والأنثى XX زي الثدييات ومنهم البشر. ما ينفعش. علشان نسميه توالد عذري ده يبقى استنساخ، زي النعجة دولي اللي خدوا بويضة شالوا النواة بتاعة البويضة الواحد إن وخدوا خلية جسمية عادية، وخدوا من النواة اللي هي الاثنين إن حطوها مكانها فطلعت النعجة دولي المطابقة للأم. الانقسام الميوزي اللي بيخلي من اثنين إن يحتوي الواحد إن اللي يكون بعد كده الأمشاج. الانقسام الميتوزي اللي بتنقسم فيه الخلية بتكون نسخة طبق الأصل للجينات، فاتنين إن تكون اتنين إن. فده ما ينفعش في الثدييات، وخاصة لأنها كائنات تعتمد على XY وXX، ما ينفعش. لكن يحصل في الكائنات، عزيزي أرجو انتظر فترة الأسئلة، بلاش التشويش بأسئلة كتيرة بتاعت حضرتك على التكست. أنا أعتقد شرحت بما فيه الكفاية، ربنا يبارك حضرتك. لكن ممكن يحصل في الكائنات زي الحشرات زي النحل والمفصليات زي العقارب التي لا يوجد بها تحديد الجنس عن طريق X وY، أو يكون تحديد الجنس عن طريق نظام تاني اللي هي Z وW في بعض الكائنات الأخرى. يعني لو جنس الكائن بيتحدد عن طريق X وY ما ينفعش في هذا النظام على الإطلاق. لو تحديد جنس الكائن في بعض الحشرات زي النحل بيتم عن طرق مختلفة، هي شوية جينات موجودة في نفس نسخة كروموزوم، ممكن يتم فيها هذا الأمر. اللي متابع على الأقل بس أضمن أن بعض الأساتذة الأحباء متابعيني، والأستاذة جيهان
متابعيني، اللي متابعيني حتى الآن يكتبوا لي واحد، أتأكد بس إنه شرح ضعفي وصل لهم حتى الآن. هل النقطة واضحة حتى الآن؟ طب أشكر ربنا. فبالنسبة للثدييات، شكرا أستاذة جيهان ردت علي. بالنسبة للثدييات اللي بيتم تحديد الجنس بناء على كروموزوم كامل اسمه إكس وكروموزوم كامل اسمه واي، ما ينفعش فيها على الإطلاق. ينفع بس في الكائنات أو النظام المشابه فيه اللي هو نظام زي ودبليو. أما الكائنات اللي ما بتعتمدش تحديد الجنس على إكس وواي، لكن بتعتمد على هرمونات معينة أو على جينات موجودة في الكروموزومات العادية السوماتيك، ده اللي ممكن يحصل فيه. عشان كده زي ما قلت ما ينفعش في الثدييات كلها على الإطلاق، ده ما ينفعش أصلا. الجنين ده أصلا مش هينمو من البداية، من بداية إن هو يكون زايجوت، ده مش هيكون زايجوت. كويس؟ لكن أحيانا يحصل انقسام ميوزي ثم يعبر بخطوات أخرى ليحتوي على كل الكروموزومات، وده بيسمى أوتوميكتيك بارثينوجينيسيس، ويحدث فيه أن نفس الأم، خلايا الأم اللي انتجت بويضات بها نصف كروموزومات، تضيف إلى البويضة بقية الكروموزومات من خلال ما يسمى بالجسم القطبي، وده اللي برضو من خلال الأم اللي هو البولار بادي، وده نوع نادر يطلع فيه هذا الأمر. في النهاية الجنين بيختلف عن الأم مش في الجنس، لكن يختلف عن الأم في الكروموزومات. كل دول في اللي ما عندهمش X و Y. واضح؟ اللي عندهم X و Y خلاص الموضوع مقفول. طيب ليه بيحصل؟ عرفنا ان الحشرات اللي ما فيهاش X و Y ليه بيحصل فيها هذا النوع، بدل ما هي بتتكاثر بالتزاوج إلى تتجه أحيانا للتوالد العذري. ده ليه أسباب مختلفة كتيرة، أنا آسف مش عايز أطول على حضراتكم كتير، لكن اسمحوا لي برضو أشرحها باختصار. إنه بسبب قلة الذكور وبداية اندثار جنس الكائن ده، ويضطروا يلجأوا إلى ما يسمى بفاكولتيتيف بارثينوجينيسيس، وده اللي بيحصل في اللافقاريات والحشرات، وزي ما قلت أيضا بعض الفقاريات زي التعابين وأسماك القرش، لكن لا يحدث في الثدييات اللي فيها نظام إكس وواي على الإطلاق. واللي عايز يتأكد من كلامي أدي مرجع قدام حضراتكم يأكد ما أقول. ليه في بعض الكائنات حسب الموسم، لأن في موسم ما بتطلعش فيه الذكور زي حشرة قملة النباتات في الصيف، ده بيسمى بالناتشرال بارثينوجينيسيس، ومنها ما يحدث لسبب الرغبة في إنتاج نسل كتير زي حشرة برغوث المية عشان تقلل من الذكور اللي ما بينجبوش، فيكون الكل إناث عشان ينتشر الإنتاج جد. ومنها ما يتم بطريقة منتظمة يتم فيها التزاوج الجنسي والعذري معا في زي بعض أنواع النحل، عشان تزاوج الجنسي يطلعوا الذكور، تزاوج العذري يطلعوا شغالات. أحيانا بيحصل في كائنات عندها تدهور جيني، فقدوا القدرة على التزاوج، فبينقسموا ميوزي، ويؤدي اللي هو ما يسمى بالأوبليجيت بارثينوجينيسيس، زي نوع من أنواع زواحف السلمندر حصل فيها هذا الأمر بسبب تدهور جيني. ده مرجع من سنة 2011 بيشرح هذا الأمر. زي ما قلت أغلبه بينتج إناث مطابقة للأم زي قملة النباتات، وده لا ينقسم ميوزي أثناء تكوينها، فتكون الجينات بتاعتها مطابقة للأم. البويضات هي عبارة عن نسخة طبق الأصل من الأم بنفس عدد الكروموزومات بكل حاجة. بعضها بينتج ذكور فقط في النحل، وده يسمى بالأرهيو كي، ده عن طريق إن البويضة نصف كروموزومات الأم، والأنثى تحتاج يكون بيها 32 كروموزوم، أما الذكر يحتاج يكون 16 كروموزوم. فالنحل الأنثى 32، النحل الذكور 16. ولكن عندما تكون بويضة 16 كروموزوم فقط لا تصلح أن تنمو إلى أنثى فتبقى ذكر، لأن النحل زي ما عرفنا مفهوش لا X ولا Y، وعشان كده الأسلوب ده بينفع فيه. فاللي يجي يتكلم عند الإنسان بدون فهمه يقول زي ما حصل في نباتات ولخبط فيه، هو بيتكلم على إيه في النباتات زي الذرة، وزي ما حصل في النحل
يبقى يحصل في الإنسان. لا عزيزي، يبقى حضرتك لا تدرك A B C في الجينيتكس ولا الكروموزومات والفرق بينها، وليه يوجد النحل بصفة مختلفة تماما، انه الاناث اللي بتطلع بيها 32 كروموزوم والذكور 16 كروموزوم، ولا يوجد بيهم لا اكس ولا واي ولا الكلام ده، ولخبطت بينهم وبين الثدييات بما فيهم الانسان اللي حضرتك واضح اسف ما تفهمش جيناتهم واسلوب الكروموزومات بتاعتهم ازاي. فليظن ان ده يحصل في الثدييات بما فيها الانسان مخطئ، لأن الثدييات زي ما وضحت تحتاج إكس وواي، لازم يكون إكس إكس الأنثى وإكس وواي للذكر. إكس فقط لا يكفي يكون أنثى ولا يكون ذكر، ولا واي فقط يكفي يكون ذكر، ما ينفعش. البيض أصلا مش هتنمو. واضحة؟ ومفيش حاجة اسمه إنه إنسان يكون 44 زائد 2 أو 22 زائد 1، لو هنتكلم على بويضة إنه 22 بس تنفع تنمو، أو تطلع ب 44 بدون الكروموزوم X و Y، ما ينفعش. الأنواع التوالد العذري أو ما يسمى بالأوتو ميكسيكياس أو الانقسام الذاتي، اللي سواء انقسام ميوزي، انقسام ميوزي اللي هو زي ما قلت بينقسموا إلى 2 فيز 1 وفيز 2، فميوزي بتكون نسخة كل منهم بتكون 2، وبعد كده بيحصل لهم فيوجن ويطلعوا النسخ المعتادة. في ميوزي المعتاد، لكن في الفيوجن بيطلع في هذا الأمر أثناء الانقسام الميوزي بسبب الاتحاد بالجسم القطبي. لكن لو في نوع بيستخدم فيه زد دبليو أو إكس واي أو غيره، النظام ده ما ينفعش مع اللي هو اكس واي، لان الام بيها اكس فقط، فما فيش اصلا كروموزوم واي. معايا؟ اما النوع الثاني الايبو ميكتيك بارثينوجينيسيس، اللي هو بيحدث بالميتوزي، زي ما حضراتكم عارفين، خليه والخليه نمت لتبقى زي الام بالظبط وتطابق الجينات بتاعتها، زي ما الام زي ما الابنه بالظبط، ودي ما بتنتجش فيها أي ذكور ولا أي شيء من هذا الأمر. الخلية بتضاعف الكروموزومات بتاعتها، والكروموزومات بنقسم لمجموعتين لكل خلية، فتطلع كل خلية فيها نفس عدد كروموزومات الأم. That's it. كويس؟ فزي ما قلت ما ينفعش. وعشان أأكد، ما فيش حاجة اسمها بويضة تنمو XO، ده ما مفهوش، ده غير موجود. لازم يكون يا إما XX يا إما XY أو مضاعفات حتى X في بعض العيوب الجينية، لكن ما ينفعش يكون X واحد بس وينمو، ده ما بيحصلش. وأدي مرجع قدام حضراتكم يؤكد الكلام اللي أنا بقوله على الشاشة. في نوع من التضاعف البوليبلويد ينتج إناث فقط زي أنواع الزواحف وشرحت، وفي نوع خاص يحدث بعض أنواع النحل، لأن أنثى النحل 32 اللي هي الملكة، والشغالة 32، أما ذكر النحل 16، ده الفرق ما بين الذكر والأنثى. ذكر النحل 16، أنثى النحل 32، مش زينا إكس وواي، ده هما عدد الكروموزومات. النحل كروموزومات لو 32 تبقى أنثى، لو كروموزومات 16 بس تبقى ذكر. ده اللي بيحصل. فلو الملكة ممكن تطلع بويضات فيها 16 يطلع ذكر، وتطلع بويضات فيها 32 أو 16 وتتلقح تبقى 32 تبقى أنثى، ده باختصار شديد. أعتقد وضحت على قد ما أقدر. وعلى فكرة التوالد العذري في الطيور ده حاجة صعبة جدا، ولكن البيض اللي بيحصل فيه هذا الأمر عادة لا يفقس، ولو فقس بيموت في مرحلة مبكرة قوي، وحاولوا تجارب كتيرة ودايما يكون فيها تشوهات وما بتكملش. وأدي مراجع تؤكد هذا الأمر ما أقول على النقطة دي. مع ملاحظة كل اللي بقوله ده يختلف على الاستنساخ اللي هو الارتفيشيال كلونينج، إن أنت تجيب خلية جسدية وتجيب بويضة، تشيل النواة بتاعت البويضة اللي فيها واحد واحد N، وتحط مكانها النواة بتاعت الخلية الجسدية الاثنين N، وتستنسخ كائن يطلع 2 ان يطابق الام بالظبط. ده ما مش بنتكلم عليه، وما اعتقد ما كانش فيه استنساخ في زمن الرب يسوع المسيح، اسف سامحوني، بس يعني عشان الملحدين ما يقفزش تفكيرهم لهذه الدرجه.
كويس، فهمنا. أقدم مراجع تانية أنه لا يوجد على الإطلاق توالد عذري في الثدييات في الطبيعة، ده مش بس المراجع اللي جبتها لكم، ده حتى الويكيبيديا تحت العنوان البارثينو جينيسيس تؤكد هذا الأمر، ده غير موجود في الماملز. كويس، حاولوا يعملوها في المعمل في الأرانب وبتدخل خارجي وغيرها وباظت ومعشوش، حاولوا يتدخلوا بهندسة جينية بأي شكل وفشلت، وأدي مراجع تشهد على هذا الأمر. والمحاولات الكثيرة بأنه يحطوا جينات بس من الإكس من الواي على الكروموزومات علشان ينمو بدون كروموزوم واي بالكامل انتهك تشوهات ومات. ادي كل دي مراجع قدام حضراتكم على الشاشة. واللي حاولوا فيه بإنتاج إكس إكس برضو مات، أو أنتج نساء فقط من الأرانب بها تشوهات. كويس؟ نيو ساينتست نشرت هذا الأمر، لقوا ببعض من خلايا دمه إكس إكس وبقية جسده إكس واي، ده كان عيب جيني، ده كان في بعض خلايا الدم لما بتنقسم إكس هو في جسمه إكس واي، لكن بيجي عند دي الكروموزوم إكس هو اللي ينقسم مرتين والواي ما ينقسمش، فبدل ما تنقسم لخليتين تفضل خلية واحدة والتانية تموت، بس الخلية الواحدة اللي فضلت فيها 2X. على الفكرة حاولوا يعملوا هذا الأمر على البشر by the way في مؤسسة الخلايا الجذعية International Stem Cells Corporations أو بالاختصار ISCC، عشان ينتجوا من خلايا الحبل السري embryonic stem cells، وحاولوا كتير ولم ينتجوا منها أجنة وفشلوا تماما، وحاولوا بمحفزات كهربية وكيماوية وجينية وغيرها وفشلت. كويس؟ وطبعا من الخلايا الجذعية معناها يطابق الأم تماما. اوكي، بحث على فكرة اتكلم على تخليق جنين بشري من خلايا جذعية، وده اتضح ان هو مزور، ده مش بحث حقيقي. أعتقد بعد ما تكلمنا بهذا التفصيل الزيادة على اللزوم وآسف طولت، عرفنا أنه لا يحدث في الطبيعة، عرفنا أنه لا يحدث في الثدييات على الإطلاق في منظومة XY، عرفنا أن حتى لما حاولوا يعملوه في المعمل أنتجوا تشوهات وأجنة ميتة على الإطلاق، والأجنة حتى اللي أنتجوها إناث برضو كانت مشوهة. فلهذا اللي يقول انه العلم اثبت يوجد توالد عذري، يبقى لو بتقولوا المسيح ولد من عذراء ده باب التوالد العذري، لا الكلام خطأ، ده لما نيجي نطبقه على السيدة العذراء يا اما هو كذاب يا اما هو يجهل يا اما الاثنين مع بعض. علميا ومعمليا عرفنا ما ينفعش على البشر، عشان كده الكتاب المقدس لما بيقول ان دي آية، فالكتاب المقدس قبل ميلاد المسيح يؤكد أنها آية، ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل في أشعياء 7:14، دي اسمها آية، دي معجزة، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله، دي معجزة، ده بعمل إلهي، ده اللي قاله أشعياء وده اللي أكده العهد الجديد وصدقت النبوة، وجاء ميلاد الرب يسوع المسيح بهذه المعجزة القوية. وزي ما قال في سفر أشعياء 7 لما بيكلم ربنا أحاز من خلال أشعياء وبيقول له عظم طلبتك، أعلى ما عندك تتخيله تبقى عايزه آية وأنا هعمله لك. ساعتها كان قرر يتبع الآلهة الوثنية فقال لا أطلب ولا أجرب، هو مش عايز يمشي مع ربنا، فربنا ساعتها قال كثيرا عليكم أن تضجروا رجالي هو ذا يعطيكم السيد نفسه آية. فربنا يعني كان بيقول ده أنا مش هديكم آية، مش زي ما قلت الأحاز عظم ما عندك أطلب ارفعه لفوق أعلى، عايز أعملك شمس تانية قول لي، عايز أخلي لك أمرين ماشيين جنب بعض قول قول أعظم آية، بس ما تخليش الشعب يروح يتبه الآلهة ينتبع الآلهة الوثنية. لما رفض ربنا قال طب أنا هديكم أعظم آية ممكن تتخيلوها، دي مش آية هعملها، دي الآية إن أنا اللي هكون الآية، مش آية هعملها بإيدي، مش آية هعملها بكلمة من فمي، ده أنا بنفسي اللي هكون آية. لذلك ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، الآية مش هتكون حاجة هيقولها السيد بكلمة من فمه فتحصل،
لو عايز يخلق شمس تانية هي بكلمة. لكن الآية دي أعظم من هذا بكثير، لأنه السيد نفسه هو اللي هيكون آية. يعطيكم السيد نفسه آية. هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدع اسمه عمانوئيل. أتوقف عند هذا القدر. آسف لو كنت أخطأت ودخلت في أمور علمية كثيرة. أنا معلش بحب الجينيتكس شوية، فآسف لو كنت يعني دخلت في أمور كثيرة، بس حبيت أوضحها علشان الموضوع ده ما يتفتحش مرة تانية. ما يصلحش التوالد العذري في الحيوانات اللي فيها منظومة X و Y على الإطلاق. ما ينفعش في البشر إنه عذراء تنجب، وحتى بالاستنساخ المعملي هتنتج أنثى مش هتنتج ذكر. أتمنى تكون الصورة اتضحت. ربنا يبارك حضراتكم، وكفاية يعني اللي بيقولوا الشبهات دي وبيألفوها علشان بس يلوثوا مسامع إخواتنا الأحباء وأولادنا. حقيقي ويل لمن تأتي منه العثرة. وربنا يبارك إخواتنا وأولادنا ويحافظ عليهم من كل اللي بيحاولوا يعثروهم فكريا بمثل هذه الطرق الشيطانية. ربنا يبارككم. المايك فري. آسف.